السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن كما هو المعتاد بعد أهم العناوين نقرأه في صحيفة الحياة: برلمان العراق يفكك العقدة الأولى ولوائح إيرانية لملاحقة ناشطين في البصرة. في العربي الجديد: مرشح حلفاء إيران رئيسا للبرلمان العراقي، وخلافات تؤخر انتخاب النائب الثاني. في صحيفة الزمان: انتخاب رئاسة البرلمان يعمق الخلافات ويثير السخط الشعبي على المحاصصة السياسية. وفي الهيئة نت: ضمن ممارساتها القمعية، القوات الحكومية تدمر بحيرات الأسماك في التاج والطارمية. وفي الخليج الإماراتية، هجوم صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي، تغريدة روسية تمهد لاجتياح إدلب. وفي البيان الإماراتية: تأهب فلسطيني لحماية الخان الأحمر في أسبوع الحسم. أما في الشرق الأوسط، جواد ظريف يهدد برد إيراني أبعد من غلق مضيق هرمز. امتلأت حياتنا خلال الأشهر الماضية بمطولات وأغنيات حماسية عن موت المحاصصة، وفي كل ساعة تدخل أصوات جديدة إلى الساحة: نموت ونعبر الطوائف، ترفع شعار. هكذا وجدت الناس نفسها تعيش في ظل ما يسمى بانتخابات ترفع شعار المجرب لا يجرب. فماذا وجدنا أمس في البرلمان؟ علي حسين يجيب في صحيفة المدى عن هذا التساؤل بالقول: لقد وجدنا أن معظم أساساتنا يدافعون باستماتة عن استمرار العراق في موقع المتقدم في جدول البؤس والخراب العالمي. هذه المكانة العالمية المرموقة وصل إليها العراق نتيجة حاصل جمع محمد الحلبوسي وفالح الفياض، معهما 328 نائبا لا يريدوننا أن نغادر عصر الانتهازية السياسية. وكما نعرف، فإن وراء هذا الإنجاز الكبير منظومة متكاملة تحارب على أكثر من جبهة لكي تضع العراق في قاع سلة بؤساء العالم. منظومة تعمل في تناغم بديع من عائلة الكربولي التي أصبحت تشتري وتبيع بكراسي البرلمان، إلى قائمة البناء التي تريد أن تفرض رجالها ولو بقوة السيف، إلى سائرون التي لا تزال تمارس هواية التزلج على سطح المحاصصة. غير أن هذه الحالة من البؤس التي شاهدناها أمس في البرلمان ليست أكثر من عنوان دال ودقيق على حالة البؤس العام التي يرفل فيها العراق، من السياسة إلى الثقافة إلى التعليم إلى الصحة. ولأن البؤس بالبؤس يذكر، فما زال المواطن يسأل عن الأموال التي صرفت على بناء قاعة نور المالك الملوكية في وقت قتل فيه أكثر من 20 شابا بصريا تظاهروا احتجاجا على سوء الخدمات. لا تزال الحيرة تملأ وجوه الناس وهي تشاهد الزعيم حنان الفتلاوي تظهر من على فضائيتها الخاصة في مسلسل عصر السلاطين. الكاتب يقول: إن ما وجدناه أمس يؤكد أن بنية النظام السياسي في العراق لا تريد أن تغادر حالة نادي للمقامرة يتحول فيه البعض من لاعب مغمور ومفلس إلى صاحب مشروع استثماري يدور الملايين من الدولارات. ولأن البؤس لا يتجزأ، عاجزت دولة مفترض أنها غنية وكبيرة عن معالجة مياه البصرة. هي الدولة ذاتها التي شاركت في أكبر عملية نصب على المواطن من خلال فيلم الانتخابات عبيرة الطوائف. يوم طويل وعصيب في البرلمان العراقي انتهى بانتخاب النائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، حسن الكعبي نائبا أولا له، فيما فشل البرلمان في انتخاب النائب الثاني.
مشرق عباس يرى في صحيفة الحياة إنه بصرف النظر عن ملابسات جلسة انتخاب رئيس البرلمان وما صاحبها من اتهامات، فإن الشكل العام يشير أيضاً إلى أن الجبهة التي تشكلت من تحالف الفتح ودولة القانون نجحت بتمرير مرشحها لرئاسة البرلمان بعد جولة منافسة مع أكثر من مرشح لجبهة سائرون النصر والوطنية. فيما تسير الجبهة الأولى ثابتة في إبرام صفقات من الجميع وتنجح في تفتيت كتلة النصر واستقطاب معظم السنة والأكراد، فإن الجبهة الثانية التي أعلنت أنها الأكبر تبدو مرتبكة ومفككة وعرضة للضغوط تفتقر إلى استراتيجيات. وعلى رغم أن كتلة البناء المصنفة على أنها الأقرب للتوجهات الإيرانية تحتفل بقدرتها على جمع العدد الأكبر من أصوات البرلمان، فإنها تنجح في الواقع لأنها تدير مفاوضاتها على أساس تكريس تقاسم المناصب والوزارات وتوزيعها، وتلك سنة القوى العراقية وجوهر أهدافها مهما لبست أردية الشعارات البراقة. على مستوى آخر، لا تنبئ الآلية التي نجحت في اختيار رئيس البرلمان بإمكان اختيار رئيس حكومة مستقل كما دعت مرجعية النجف وكما يطالب مقتدى الصدر، وذلك ببساطة لأن التوصل إلى اختيار رئيس البرلمان والجمهورية يعني أن اتفاقات شاملة جرت في الكواليس على تقسيم المناصب الأساسية والوزارات، تلك صورة فقط لما يمكن أن يحدث. وفي حال كانت حقيقية، فإن البعض قد يحيل الأمر إلى نجاح إيران في تمرير صفقتها لحكومة بغداد، والتي هي باختصار حكومة تعمل على المواجهة مع واشنطن في ملف العقوبات الإيرانية. الكاتب يرى أن المعادلة حتى الآن غير مكتملة، وبانتظار اكتمالها يجب التذكير بأن الانتخابات ونتائجها ومستوى التمثيل فيها مقرونة باستعداد الشارع العراقي لاستئناف جولات احتجاجية جديدة لا تمنح الشركات الحزبية تلك البيئة المسترخية التي قد تتوهم بأنها مناسبة لاستئناف حملات النهب المنظم وبيع مواقف العراق لمصلحة الإرادة الخارجية، حسب الكاتب مشرق عباس. حذرت مجلة ناشونال انترست الأمريكية من أن تدخل المرجع علي السيستاني بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يؤكد من جديد أن العراق بات على شفا كارثة. أشارت المجلة في مقال كتبته الباحثة جنيف عبدو إلى أن الصراع الحزبي والطائفي سيدمران العراق الذي ما زالت قواه السياسية تبحث عن مخرج للأزمة التي خلفتها الانتخابات الأخيرة والتي جرت في 12 من أيار الماضي. الكاتبة تقول إن الفوضى باتت تجتاح العراق بشكل عميق، إذ دفع تأخير تشكيل الحكومة العراقية المرجع علي السيستاني للتدخل من خلال رفضه ترشيح أي شخص سبق له أن شغل منصبا قياديا في الحكومات السابقة. وبحسب الكاتبة، فإن تدخل السيستاني أدى إلى خروج المرشح المفضل لدى الولايات المتحدة حيدر العبادي من سباق التنافس على منصب رئاسة الحكومة. وتضيف الكاتبة أن الأزمة السياسية في العراق تأتي في خضم أزمة أخرى تمثلت في الاحتجاجات التي عمت محافظة البصرة التي تعاني من نقص كبير في الخدمات وغياب الوظائف والخدمات العامة. وترى الكاتبة أن لإيران يد في احتجاجات البصرة، لقد قطعت إمدادات الكهرباء وهو ما دفع بالناس للخروج في تظاهرات عارمة. لم تستثني إيران التي تعرضت قنصليتها للحرق، لافتة الانتباه إلى أن في هذه الإشارة إلى أن إيران بالغت في استخدام سطوتها، والآن بات العراقيون يتمردون على نفوذها ونفوذ أي قوى خارجية. والآن يبدو أن الغضب بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث هاجم محتجو البصرة القنصلية الإيرانية وأحرقوها، وكانوا يدعون إلى طرد إيران إلى خارج البلاد. تختتم الكاتبة القول أنه في ظل التجاذبات التي تشهدها الكتل السياسية العراقية يبدو أن الولايات المتحدة تقف في الظل. العراقيون يسألون بصوت عال لماذا لا ترد واشنطن بقوة على محاولات إيران تشكيل الحكومة المقبلة.
مشاهدينا، انتفاضة البصرة التي يبدو ظاهرها أنها اندلعت بسبب عدم توفر الماء والكهرباء تحمل جذورا وأسبابا أكثر عمقا يحاول البعض إخفائها. الدكتور علي الجابري يرى في موقع بوابة العين الإخبارية أن الأحزاب الحاكمة في العراق تحاول شيطنة المتظاهرين باتهامهم أنهم إرهابيون وبعثيون ودواعش للتغطية على جريمة كبرى ارتكبتها إيران ضد أبناء البصرة بقطع الكهرباء عنهم ومن ثم غلق نهر الكارون في محاولة للعب بورقة إقليمية من شأنها إن تفاعلت أن توقف تصدير النفط العراقي بالتزامن مع حصار إيران وتهديدها بإغلاق مضيق هرمز لخلق أزمة عالمية تخرج الولايات المتحدة والدول الكبرى. خرج شباب البصرة إلى الشوارع ليقولوا كلمتهم وانتظروا أياما وأياما أن تلتفت لهم الدولة، لكنها كانت تقدم الوعود تلو الوعود دون نتيجة تذكر. لذلك قام شباب غاضبون بإحراق بعض مؤسسات الدولة إضافة إلى إحراق جميع مقرات الأحزاب السياسية الإسلاموية عقابا لها على الفساد منقطع النظير طيلة السنوات الماضية، حتى إحراق مؤسسات الدولة التي قامت بها مجاميع غاضبة من الشباب كانت رسالة غاضبة من الجماهير على سنوات الفشل والفساد للسلطة الحاكمة. لذلك لم تسجل البصرة أي حالة سرقة للمال العام أو الممتلكات ولا حتى الأسلحة التي تركت في أماكنها، على عكس ما حدث في عام 2003، بل أرادوا إيصال رسالة لأحزاب السلطة مفادها أن مقراتكم هذه لا تعنينا لأنها ليست مقرات الشعب، وهذه الأماكن كانت تدور فيها الصفقات المشبوهة لنهب ثروات أهل البصرة ونحن غير آبهين بها ولا نعير لها أهمية. يمكن القول أن انتفاضة البصرة لن تتوقف بوعود فارغة وسترغم الحكومة أن تلتفت لمعاناة أبنائها شاءت أم أبت، لأن الحريق ينذر بالامتداد لمحافظات جنوبية أخرى وصولا إلى العاصمة بغداد. الكاتب يختتم المقال بالقول أن الرسالة الغاضبة التي وجهها شعب البصرة لإيران بإحراق قنصليتها كانت كبيرة بمستوى الأذى الذي تسببت به إيران للبصرة وأهلها، وهي لن تمر بسهولة عند الجار الشرقي المتربص غدرا بالعراق. سيأتي الرد الانتقامي من البصرة عاجلا أم أجلا، لكن البصرة التي ثارت لن تسكت وسيكون ردها قاسما لما لو حاولت إيران أن تلوي ذراع البصرة مجددا. أخطر ما أسفرت عنه اتفاقية أوسلو والتي ثبت أنها أخطر من نكبة فلسطين 48، علاوة على ترسيخ الاحتلال وإعطاء الشرعية للكيان الصهيوني المقام على 78% من أرض فلسطين التاريخية، هو تفريخ طبقة من السياسيين والاقتصاديين الوصوليين أو بالأحرى المتأسرليين، يمكن أن نطلق عليهم أبناء أوسلو أو ثمار أوسلو المرة. رشيد حسن يرى في صحيفة الدستور الأردنية أن هذه الطبقة ربطت مصالحها لا بل وجودها ومصيرها بالاتفاقية واستمرارها. من المعلوم والمعروف أن العدو الصهيوني لا يؤمن أصلا بالسلام، فكيانه الغاصب أقيم على أشلاء الشعب الفلسطيني وهو لا يعترف بوجود هذا الشعب، كما صرحت ذات مرة رئيسة وزرائه جولدا مائير. وجاء قانون القومية الذي أقره الكنيسة مؤخرا ليؤكد هذه الحقيقة، فهذا القانون العنصري حصر حق تقرير المصير باليهود فقط وحرمه على الشعب الفلسطيني. استطاع العدو خلال السنوات 25 الماضية اغتصاب 68% من أراضي الضفة الغربية و88% من أراضي القدس، فتضاعف عدد المستوطنين وعدد المستوطنات، فوصل عدد المستوطنات إلى 161 مستوطنة وعدد البؤر الاستيطانية أكثر من 200 بؤرة استيطانية، وارتفع عدد المستوطنين ليقترب من 1,000,000 مستوطن يزرعون الموت والدمار والخوف والإرهاب في الأرض المحتلة. العدو دمر أوسلو بعدما استغلها لتهويد الأرض والقدس واقتسام الأقصى مكانيا وزمانيا، فلماذا لا يقوم الرئيس الفلسطيني بتنفيذ قرارات المركز بتجميد الاعتراف
بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وتجميد أوسلو وكافة ملحقاته، خاصة اتفاقية باريس الاقتصادية التي ربطت الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد العدو وجعلته تابعا له. الكاتب يقول إن مراوحة السلطة الفلسطينية وإصرارها على التمسك بما يسمى بالسلام، وهي تعرف أنه سلام مغشوش، استغله العدو لتكريس الاحتلال باعتراف الرئيس الفلسطيني، يؤكد أنها تتعرض لضغوط شديدة من زمرة أوسلو، وأن هذه الزمرة السياسية أو الاقتصادية مصرة على التمسك بالاتفاقية بعد أن ربطت مصالحها لا بل وبقائها ووجودها بالعدو، فأصبحت مصالحها أهم من القدس وفلسطين ومن إقامة الدولة ومن حق العودة. في حديث نشر في مقطع فيديو مقتطف من برنامج حواري متلفز، قالت فائزة رفسنجاني ابنة الرئيس الإيراني الأسبق إن الجميع كان يعتقد أن الجمهورية الإسلامية في إيران سوف تنجح، لكن الحكومة الإيرانية لم تفشل وحسب، بل دمرت الإسلام أيضا. صحيفة الخليج الإماراتية تقول إن في افتتاحيتها إن تصريح فائزة رفسنجاني كلام جديد وخطير يمس روح النظام الإيراني ويكشفه. فائزة رفسنجاني هي من حيث المبدأ ابنة النظام، فوالدها كان رئيسا للجمهورية لدورتين متتاليتين مع عام 89 و900 وألف حتى عام 97 و900 وألف، وشغل منصب رئيس البرلمان ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهو من تلامذة الخميني ومن أشد أتباعه ومناصريه خلال الثورة وبعدها. لذلك عندما تتحدث عن الأوضاع الراهنة في البلاد فكلامها ليس عاديا بل هو استثنائي وله قيمة ومغزى، ويمكن الوقوف عنده في هذه المرحلة التي تواجه فيها إيران عقوبات أمريكية غير مسبوقة وأوضاعا سياسية واقتصادية بالغة الدقة نتيجة موجة الغضب الشعبية التي تجلت في التظاهرات الأخيرة، تعبيرا عن استياء عارم إزاء فشل الحكومة في حل المعضلات المعيشية المتفاقمة والانهيار المتسارع في قيمة العملة الوطنية. عندما تتحدث فائزة رفسنجاني وتجاهر برأيها إنما تتحدث من الداخل، أي من داخل أحشاء النظام، وتعكس بذلك الصورة الهشة التي يعيشها، كما تفضح كيف يدار الحكم ومن هي السلطة الفعلية التي تمسك بالقرار وتتحكم بحياة ملايين الإيرانيين. الصحيفة تشير في ختام الافتتاحية إلى أن شهادة فائزة رفسنجاني وحديثة عن تراجع التزام النساء بالحجاب، كذلك تراجع التزام المجتمع بالصلاة والصيام والعقائد الدينية نتيجة سياسة الحكومة الإيرانية الخاطئة. نتيجة هذه السياسة هذه شهادة واضحة ومختصرة من داخل البيت الإيراني على الأوضاع البائسة التي وصلت إليها إيران. بغية غرس ثقافة حب ارتياد المساجد، وزعت بلدي وأقشهير بولاية قونيا وسط تركيا درجات هوائية على 520 طفلاً واظبوا على أداء صلاة الفجر في المسجد على مدار 40 يوماً متواصلة حسب ما نشر عن موقع الجزيرة نت. الموقع قال إن توزيع الدرجات الهوائية جاء في إطار مشروع أطلقته بلدية أقشهير بالتعاون مع هيئة الإفتاء في المدينة بهدف تعويد الأطفال على ارتياد المساجد وإدراكهم أهمية صلاة الجماعة وتكريس روح الوحدة والتآخي في نفوسهم. أوضح رئيس البلدية أنهم يخططون للاستمرار في المشروع خلال السنوات المقبلة، وأضاف أن المشروع قد يعتبر مكلفا ماديا ولكن له قيمة معنوية كبيرة،
حيث أننا نعتبر تنشئة أطفالنا الذين سنأتمن مستقبلنا بأيديهم أمرا مهما للغاية. إلى الكاريكاتير. هذا ما كان في جعبتنا اليوم على مليان. نلتقيكم غدا في صدى أقلام جديد. في أمان الله ورعايته.